النهاردة الفيوم الحقيقة بتوصل رسالة للقيادة السياسية وللعالم كله ان مصر قادرة على انها تعمل اللي ما فيش شعب في العالم يقدر يعمله. دي مش جديدة على المصريين، مش جديدة على الشعب الفيومي، مش جديدة على حزب مستقبل وطن. بشكر حضراتكم جميعا، وعاوز اقول لكم حاجة، مصر تستاهل كتير منا يا جماعة. البلد دي خيرها كبير قوي علينا، ياريت يا جماعة ما ننساش ده ونقف ونقول تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. باسمي وباسم كل قيادات وكوادر مستقبل الوطن بالفيوم وباسم كل السادة الحضور، نتوجه بأسمى آيات الشكر والتقدير والثناء الجميل لربان السفينة وملهم الآمال فينا قائد المسيرة السيد عبد الفتاح السيسي رئيسا لجمهورية مصر العربية. جينا حبا لمصر، عشقا لتراب هذا الوطن. احنا هنا بندعو الجميع الى النزول والمشاركة الإيجابية والفعالة. عايزين الكل إن شاء الله أيام 10 و11 و12 الكل يشاور علينا إن أبناء الفيوم كلهم خرجوا جميعا حبا وعشقا لهذا الوطن ووقوفا ودعما لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية. نحن جئنا اليوم لنؤيد ترشيح سيادة الرئيس المحبوب، رئيسنا المحبوب عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية. ونحن باسم الكنيسة في الفيوم نقدم كل التأييد لسيادة الرئيس، متمنين له ما هو للأفضل في الفترة القادمة.